ما لها علاقة. تعرفي ما؟ ايه مزبوط بعرف. لا تشغل بالك. كيفك هلا؟ مانك شايف؟ البلاوي عم يجوا ورا بعض. أنا جاهزة. تفضل استجوبني وسألني. واثق مالك علاقة بالموضوع. يعني مثل ما بعرف اسمي. مع هيك أنت هون هلا. هالوضع صعب علي إني استحمله بصراحة. مو مشكلة. شوف لؤي بيك. لؤي، لو سمحت اسأل يلي بدك تسأله، يعني حتى خالتي وابني مو واثقين فيني وبلشوا يشكوا. ايه فهمت، بس انا مجبور اسألك عن هالموضوع لانه في شكوى تقدمت ضدك. ايمتى شفتيها لفتون خانم اخر شي؟ شفتها بالمقبرة وقتها تخانقنا نحن التنتين وانت كنت موجود وشفت شو صار، وبعدها التقينا المسا. انت طعميتي شي؟ انا طعمية؟ اكيد لا. طيب شو سبب كرهك إلها بهالشكل؟ يعني كلن قالوا لي انكن بتكرهوا بعض، ومن لما اجت عم تعملي مشاكل معها. كلهم قالوا لك إنه أنا بكرهها؟ معناها هن مصدقين إنه أنا مسممتها. شو هالوضع يلي انحطيت فيه؟ حاسة إنه ما عاد أتحمل. نارين؟ أنا قلت لك رح ترتاحي. كانت شغلة كتير سخيفة، بس لا تنكري انك ارتحتي. ما بعرف اسمك او مين بتكون حتى. انا شو عم اعمل هون هلا؟ هاي التفاصيل مو مهمه، يعني فينا نتخطاها اكيد. انا نزار، وانت؟ عايدة. شفت شلون؟ شغله بسيطه. ايه شو صار معكن؟ شو النتيجة؟ أنا حكيت مع الكل وسألتن عن اللي صار، وما في بإيدنا أي دليل، وأصلاً فتون خانم عم تقول إنه هذا الاحتمال مستبعد. يعني وبهالحالة بتكون القصة حادثة صارت بالغلط. أنا حكيت هيك من الأول، يمكن أخذت هذا السم بالغلط. أحسن شي منعمله هلأ هالموضوع نسكره بسرعة. طيب صار لازم امشي. مرة تانية الحمد لله على السلامة. خالتي عن اذنك لازم ارجع على الورشة. بروح مع لؤي بما انه رايح. مع السلامة، الله معكم. Thank you.
هالقد أنا وحيدة ما كنت بعرف. أتاري مالي حدا روح لعنده. فتون؟ تفضلي قدري يا خانو. مشكورة بنتي. على شو؟ حتى نحن شكينا إنه نارين أزتك، بس دافعتي عنا قدام لؤي، مع إنك انضريتي وكنتي رح تروحي فيها. أنت اللي لازم تشكي مو نحن. قدري يا خانو، مستحيل اتهم حدا بدون إثبات، بس إذا حدا غلط معي بدافع عن حقي، صرتوا بتعرفوني على عشرة. إيه، والله صحيح. بعدين مو كنتي تقولي العيلة هيك مفروض تكون؟ ايه والله هالمخلوقة منيحة وما في منها. هي بتعرف مين عمل فيها هيك، بس مو راضياني تحكي. عن جد؟ فتون صارت بنتي من لما اجت على هالبيت، ومثل ما قالت هي بالضبط، أنا بعرفها كتير منيح. هي بتعرف مين يلي سممها، بس ما حكت مشان ما تقلق راحتنا. إذا نارين ما عملت هالشغلة، مين اللي عملها؟ ما في حدا غيرها هي. ما قدرت تتحمل يلي عملته مع نارين وتعبت، واخذت قنينة الدواء ومسكتها. فجأة هيك لقيت حالها بالمشفى، ولقيت ولادها عم يبكوا، لهيك خجلت تحكي. ما بعرف انا هذا رأيي. على كل مثل ما قالت الموضوع تسكر ومشي الحال. ما رحت لهلا؟ وصلت للؤي ورجعت. شوفي، بصراحة كان بدي اشكرك. ليش؟ اللي سويتيه انت ما كان قليل بالمرة. انا ما عملت شيء مهم، انا حكيت اللي صار. ولو هيك انت كنتي خلصت القصة. تعرفنا على بعض، أنا كتير مبسوط. وأنا عالبيت؟ رح وصلك في مانع؟ شكراً، لحالي أحسن. طيب معناته بشوفك. منشوف بعد الدوام. خلص صرتي بتعرفي. إيه بعرف. أعطيني موبايلك ممكن؟ لأنه موبايلي صار قديم. ألف الحمد لله هالمشكلة تسكرت قبل ما تكبر. لو تعرفي شو صار فيني وقف قلبي. شبكي ملك، انتي على كل شي بيوقف قلبك. بس منيح انه خلصنا هلأ. كنت رح اقتل فتون بدون ما اقصد. مع انه في عندي 3 نسوان بالبيت كلهم ما بينفعوني مثل هالكرسي هاد. تضرب تسنيم ونبال واميني. اخ اسمح لي ادخل اغا؟ ليكك دخلت؟ قصدي اذا ما بدك برجع بروح. ولك رضا، ما انت دخلت؟ قول خلصني. شو يعني اغا اطلع ولا لا؟ ما فهمت عليك. طلع فيني رضا، انا معصب فوق ما بتتصور. لا تخليني فش قهري فيك. قول
ماشي قاسم. شو في رضا؟ أغا ما عم أوثق قاسم بنوب. والسبب؟ هيك إحساسي. ما تخليني جن عليك ولا خلص مو مشكلة. لك الله يقصف لي عمرك ويريحني منك. شو بكن انتم مستقصديني اليوم؟ شو يعني ما في ولا واحد من اللي حوالي عنده شوية عقل؟ طلع. مين يلي سمم هالمرة يا ترى؟ واضح انه هالقصة كانت مدبرة. في حدا كان قاصد يخلص منها بس عمل كتير منيح. شو في نبال؟ آغا ما كان بدي خبرك بس ما عم أقدر. احكي نبال شو بدك قولي. آغا بصراحة تسنيم. شو عملت؟ هلأ الشغلة مو مهمة بس عائشة مزعوجة منها. لا تخليني عصب قولي. الأعشاب اللي عملتها أمينة إجت وكبتها عن قصد وصارت تحكي حكي طالع نازل مع عائشة. وليش هالمجنونة كبتها؟ شو بيعرفني؟ هي مبارح فاتت لعندي سقيتها وقتها أعشاب لتهدى أعصابها بركي منهم تسممت. أول ما عملتهم أمينة أنا شربت والمسا سقيت جواد كمان. بكفي نبال بكفي يلا. آه يا تسنيم آه ولك تسنيم ما كفتك القصص اللي ساويتيها. خلص ولك خلص. أنا أجيت. أهلا وسهلا. قوليلي شو عملوا؟ أخدوها لنارين وسجنوها؟ أنا ما أكلت ولا شربت أي شي من إيديها. بعدين نحن دايما كانوا يتهمونا بكل شي بدون ما يكون في أي سبب. ما هيك؟ ونارين شو بدك تفهميني؟ قولي اللي بدي أقوله. نحن ما منعمل هيك شي أبدا. معقول نتهم حدا بس لأنه متضايقين منه على شي قصة؟ بس ما بدها بس بس انتهى الموضوع. ماشي. وينهم مايا وجواد؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ مو صرفتوا اليوم مع بعض؟ أنا ما كنت اليوم معهم. ما رحتي على المدرسة؟ إيه ما رحت على المدرسة. ليش ما رحتي؟ طلعت تمشيت. تعرفي شو يعني تتمشي وقت المدرسة؟ بدي تبتسمي شوي، بجوز بكرة يكون كل شيء أبشع، لهيك بتسمي اليوم. طلبتني أغا؟ إذا كلفتك بشغلة صغيرة بتنفذها؟ إمتى قلت لي على الشغل وما نفذت طلبك معلم؟ خدامك أغا. بس هالمرة هالشغلة تشبه الشيء اللي عملته برجب. أمرك معلم، اللي واعتبره ميت. بدي تعمل نفس الشي بتسنيم. يلا حبيبي خف رجلك شوي. يا صغيرة شو عم تناديلي؟ انت ندرتي لما قلت يا صغيرة. قلتلك أنا مو صغيرة، لا بقى تحكي معي هيك. معناتها ليش رديت علي؟ بابا مرق بالشارع. بعدين إذا قلتلك صغيرة شو فيها؟ ما بدي هيك تقول. ليش؟
ألو؟ نعم؟ سيد فرات؟ إيه هو؟ عم دور على الست فتون، ما ردت علي، بس في جماعة عطوني هالرقم. خير إن شاء الله. للصراحة مو خير، الست فتون صايرة ما عم ترد على اتصالاتي بالمرة. بعدين يا أستاذ إذا ما بدكم تدفعوا لا تاخذوا ورد. لا شو هالحكي يا معلم، شو رح نهرب منك؟ يا حبيبي لو ماني مزنوق ما بنق عليكم كل هالقد، أنا كمان عندي دفعات كبيرة، والكل واقفين على بابي، إذا ما أخذت منك ومن غيرك شو بعمل بحالي؟ لو سمحت، أنا بدي المصاري بأسرع وقت. طيب مو مشكلة بتأمر. خير؟ رح اخذ تسنيم، هيك قال الاغا. تسنيم؟ تسنيم؟ ها؟ الاغا طالبك لعنده. ليش؟ ما بعرف ليش. ايه نازلة فورا. يلا روح استناها برا. كل ما بشوف هالزلمة بيرجف بدني منه، شكله كأنه قتال قتله. من وين ملاقيه عدنان ما بعرف. ايه الظاهر ما بتغيبي عن المدرسة ابدا. هلا كنت بالدوام، عم نتمشى بطريقنا على البيت. انت وحالك؟ انا وجواد. جواد؟ 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 يا ريتني لو قدرت لاقي وقت أكتر أقضيه مع أولادي. منقول يا ريت ما تمسكنا بخوفنا وحولنا لجهنم واحترقنا بنارة. ليش من هون؟ ما بدنا نروح على المعمل الأول؟ عم بحكي معك. ألو، كنتي بدك تقتلي لي ابني ما هيك؟ بس أنا يلي رح موتك هلأ. الفرصة يلي اعطيتك ياها ما استفدتي منها يا تسنيم، ما استفدتي منها. منقول يا ريت ما خلينا قلوبنا تسود من الغضب. الظاهر يلي مثلك ما بتتعلم، وأنا رح ورجيكي. ماشي يا أغا، مثل ما بدك رح يكون. بس انت بتعرف انا وانت طبخنا هالطبخة سوا ما هيك؟ شو قصدك؟ واضح قصدي. ما تفكر اني غبية ما بفهم. تسنيم فهميني. تعرف السي دي اللي كسرته؟ موجود منه نسخة تانية. ما بقى تخترعي هيك كذبات تسنيم. أنا ما عم بكذب، بس مانو معي، عطيته لواحد أماني. إذا صار لي أي شيء فرح يعطيه للضابط لؤي فورا. يلا أنت هلا ادعي لنا. لك شو أنت؟ رح تموتي ولسه عم تجربي تلعبي علي؟
من وين طلعتي لي بقصة النسخة الثانية والأماني إذا صار لك شيء؟ أغم وقف السيارة، وقف وقف اسمع، وقف السيارة، رح أعطيك مصاري قد ما بتطلب، ما بدي موت، ما تقتلني، وقف بقى. حورجيك يا تسنيم، حتموتي يا تسنيم. يعني هلأ من كل عقلك مفكرة أني رح صدق أنه في نسخة تانية عن السيدية اللي أخذته منك؟ مستحيل، النسخة ما في غيرها. هي عم تكذب علي لتنفذ حالها. روح شوي وقف، لك رح أعطيك اللي بتريده. جن يا نزار، رح جن، مانو بهالمنطقة بنوب. طيب طولي بالك. كيف بدك يعني طول بالي ومضيع بسببك أخي؟ في حدا لازم تخبري بالموضوع؟ ايه أمي، لازم خبر أمي باللي صار فورا. مايا شوفي جواد، ما عم أعرف وينه. شو؟ شو يعني ما عم تعرفي وينه؟ وينك أنت هلأ؟ بالحديقة. طيب جاي لعندك فوراً. خير، شو صاير؟ مايا مضيعة جواد. جواد ضاع؟ فتون شوفي جواد، ما عم بيلاقوه. جواد ضايع؟ ناقصك فوق همك هموم. تعي لهون. أنا مهلك. يلا امشي. تركني، شو بدك تعمل فيني؟ سكتي والعين. أنا مشيت بطريقي، بس وين بدي روح ما بعرف. كنت مفكرة الإنسان هو اللي بيختار طريقه، بس الحقيقة إنه سنين هي بتختار لنا الطريق.
وهالطريق هو بيحدد نهايتنا. في طرقات منضيع فيها وفي طرقات ما منعرفها بالمرة. وفي طرقات منكون واقفين بأولها بس منضل واقفين وما منعرف إذا حنكمل ولا لا. بأغلب الأوقات منتركها لأنه ما منملك الشجاعة اللازمة لحتى نمشي فيها للآخر. المشكلة إنه كل الطرقات رح تضيعنا إذا ما كانت من اختيارنا. رح تكون كلها مسدودة والعتمة مغطيتا. يمكن لحتى نخلص من هالطرقات لازم نوقف ونترك قلبنا يختار الطريق لحاله. الظاهر إنه هذا هو الحل الوحيد. أمينة اتصلي، اتصلي مرة تانية، اتصلي خلينا نعرف شو صاير. والله اتصلت كذا مرة ما عم يردوا. هلا بتكون مثل المجنونة عم بتدور. دخيلك يا ربي تحمي جواد. يعني والله مو لقيانة، همومة لفوق راسها. خير شو المشكلة؟ خير. جواد ما عم يلاقوه. فتونو عايدة راح وركض. وينهم هلا؟ وين ضاع؟ ضاع؟ للمرة الثانية بتشغلي لسانك ضدي. وحياتك يا تسنيم رح تموتي. الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية. افرض اللي عم تقوله صح. العمى يلي ضربها رح تخليني جن. عم تلعب فيني لعب. رضا اعطيني مفاتيح السيارة فورا. اغا ما فيها بنزين. شو يعني ما فيها بنزين ولك؟ يعني فاضي الدابو. انت بدك تجنني ليش فاضي؟ قول. كنت بدي خلص وروح عبيه بس. بس العمى شو انك حمار؟ احمد اعطيني واحدة من السيارات بسرعة يلا. رح ذكرك بهالشغلات بس ارجع طول بالك. يلا 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 نزيل. عمره 7 سنين شفته؟ لا والله ما شفت حدا. طيب شكرا لك. اهلين. ألو مايا؟ ايه ماما، وين صرتي؟ عالطريق. ما لقيتي؟ ما لقيته لهلأ، ما بعرف وينه. في شي أخبار عنه؟ بنوب، أمي وأختي رح يجوا لهون. طيب، رح خبر الشرطة أنا بالموضوع وأرجع. ماشي. أنا هون. أنا يلي بتحمل الذنب. جواد كان أمانة معي، ما انتبهت عليه كيف ولوين راح فجأة. روقي شوي مايا، إلا ما نشوفه أكيد رح نلاقيه. يلا. قاسم أوعك تقتل تسنيم، أوعك تقتلها. أغا من بعد إذنك أنا في عندي فكرة. إلي لأشوف. إذا بدك يعني أقوسها برأسها، برأيي رح تجينا مشاكل من القصة. لكان شو نعمل؟ اسمع شو هي فكرتي وإذا عجبتك منسويها. أنت رح تطلب تسنيم تجي لعندك وأنا بروح لحد تجيبها. بدي قلي وأنا جايبها على الطريق ورح تقلي أي شي بخص الشغل وبتطلب تسنيم لتحكي معها. وهي رح تقلك مشتهية روح لعند أمي. وحضرتك طبعاً رح تقلي خدها لعندها وبعدين جيبها وتعا على المعمل. ايه هون تسنيم لانه ما بعرف طريق بيت امها تاخدني من طريق الوادي وبتقلي هذا الطريق. بعدين
بتقلي دخت من السيارة وعم تلعي نفسي لأنه الطريق كله حفر، لهيك أنا بوقف. بعدها بتروح وبترمي حالها على الوادي، وهي من فترة أجهضت وانقهرت قامت انتحرت من الزعل. هاي هي إفادتنا. قاسم يا ويلي ما أواك، يا ويلي منك طلعت أنت واحد شيطان. أنا كل اللي بهمني إنه ما يصير لك مشاكل. الحق عليك يا عدنان، الحق عليك يا عدنان. لو شو ما صار ما رح تحط طواطي، ما هيك؟ هلأ إذا كان يلي عم تقوله صح وفعلا طلع في واحد معه نسخة تانية عن السي دي وبعد ما تموت عطاها للشرطة. قاسم وقف، لا تقتل قاسم بلاها. رد على هالتليفون يا عدنان، يلا رد. أمي نحن أجينا على السوق لنشتري كم غرض إلي، دخلت على المحل وكل علمي إنه جواد لساته وراي، بس لما طلعت ما لقيته، معاني دورت عليه بكل المنطقة يلي حوالينا. لؤي في موضوع كتير مهم. طول بالك. نعم تفضلي فتون خانوم. لؤي بيك جواد ضاع من شوي، كان عم يتمشى مع مايا وفجأة اختفى، دور عليه بترجاك. طيب فتون خانوم وين كنتوا هلا؟ عم ندور هلا بالحديقة. طيب طولوا بالكم، جاي لعنكم فورا. عم أقول لك الموضوع كتير مهم، بنحكي فيه بعدين، عندي شغلة ضرورية كتير. اوعى تقول قتلتها. وصلت لآخر الدرب يا عدنان، وصلت للآخر. ما فيني استنى، بدي دور عليه. خليكي شوي معنا، هلأ بيجي عمه لؤي لعنا. ما فيني استنى مايا، إذا صار شي اتصلوا فيني. ماشي أنا رح روح معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شفتوا شي ولد صغير شعره طويل شوي وحامل شنتاية مدرسة على ظهره؟ لا والله ما شفنا حدا أبدا. يسلم. أهلين. إيه بلا؟ ألو خالي؟ جواد ما عم بيلاقوه. شو عم بتقول بلال؟ كيف ما عم يلاقوه؟ ما بعرف، عم ندور عليه بكل الشوارع. طيب أنا جاية فورا، وينك أنت؟ ماشي. لا تقول إنك قتلتها. فتون خانم مرحبا. قتلتها؟ جاوبني. عم تصلي صلاة الأخيرة أغا. Thank you.
رجع انت. طيب إذا كان مخطوف أو صاير معه شي قصة؟ لا تفكروا بالشغلات البشعة فوراً، بيجوز يكون لاحق شي لعبة. مستحيل ما نلاقي. أنا برأيي تتصلوا بالبيت، بركي بيكون رجع. لو كان وصلان على البيت كنا درينا. انتباه لكل العناصر، في ولد ضايع عمره 7 سنين طوله متر تقريباً، اسمه جواد وشعره أسود، بلغوني بأي شي بيصير معكم. فتون خانه مرتاحي هلأ وارجعي على البيت، وأنا بوعدك إني رح لاقي لك جواد. في أخبار بتطمن؟ أنت من وين عرفتي؟ من شوي خبرتها. ما في أخبار أبداً، وليكنا قاعدين عم نستنى. خلص طولي بالي، اعمل لك شي شغله تشربيها. شو بدي اشرب امينه؟ فرات ما عم نلاقي جواد ولا بمحل. فتون هالبلد قد كمشت الايد، وين بده يروح يعني؟ اكيد هون. شو رح يصير له؟ حكيت مع النقيب لؤي وعم بدوروا عليه. اهدي شوي.